بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أنا الدرس عندي واحد التمرين، التسعة ديال التمرين من نصف جوج، السنة الأولى إعدادي، الدرس ديال التماثل المركزي. عندنا دي مستقيم وإي نقطة خارجة، أنشئ المستقيم دي بريم ومعادن المستقيم دي بالنسبة للنقطة إي. إذا عندنا السؤال الأول مطلوب، غادي نشوف واحد المستقيم دي، إذا على رسمه مستقيم دي، غادي واحد النقطة إي خارج هذا المستقيم. يعني خارج المستقيم، يعني انها لا تنتمي الى المستقيم دي. هنا باش نرسمو مماثل المستقيم دي بالنسبه للنقطه اي، يكفي ان ناخد جوج نقاط على المستقيم دي. ناخد مثلا النقطه الاولى نسموها مثلا ام، ناخد النقطه الثانيه مثلا نسموها مثلا ك. ومن بعد غادي نرسمو مماثله ديال النقطه اي بالنسبه للنقطه اي. هنا مثلا ام بريم مماثله اي، مماثله اي بالنسبه للنقطه اي. اذا في الحاله، إذا عندنا M prime مثلا مماثلة M بالنسبة للنقطة A. وقاش كنقول بأن M prime مماثلة M بالنسبة للنقطة A؟ في حالة واحدة، وإذا كان E منتصف القطعة M M prime. يعني أول حاجة غادي نرسمو المماثلة ديال النقطة A. إذا هنا غادي نرسمو المماثلة ديال النقطة E، غادي نرسمو المنتصف ديال القطعة M. هنا غادي ناخدو مسافة ما بين النقطة E والنقطة M هي هادي، إذا هنا عندنا النقطة الأولى اللي هي M بريم، عندنا نفس المسافة. نفس الشيء غادي نرسمو المماثلة ديال النقطة K بالنسبة للنقطة E. إذا غادي نرسمو واحد القطعة بحيث E هي المنتصف ديالها، إذا غادي ناخدو المسافة ما بين K و E هي ما بين K و E بريم. إذا هنا عندنا K بريم. من بعد المستقيم اللي غيمر ما بين ام بريم او كا بريم هو المماثل ديال المستقيم دي. اذا هنا غيكون عندنا دي بريم. اذا هنا المستقيم دي بريم اللي هو المماثل ديال المستقيم دي، وهاد المستقيمين فهما كيكونوا متوازيين. ثانيا، سي دائره مركزها النقطه او، انشئ او نقطه خارج الدائره سي، انشئ ا بريم مماثله ا بالنسبه للنقطه او، انشئ الدائره سي بريم مماثله الدائره سي بالنسبه للنقطه او. اذا عندنا ثانيا اول حاجه غادي نرسم واحد الدائره مركزها او. اذا انا غادي نرسم مركزها ا، عفوا غادي ناخذ مثلا النقطه ا نرسم دائره، خد شعاع اللي بغيتي، غادي نرسم واحد الدائره ده. هنا عندنا الدائره سي، المركز ديالها هو او، الشعاع ديالها خد اللي بغيتي انت، مثلا شعاعها هو اغ في جوج سنتيمتر ولا واحد ولا سمي انت اللي بغيتي. هنا غادي ناخد واحد النقطة او خارج الدائرة، فين ما جبت خدها، ناخد واحد النقطة او، يعني خارج الدائرة، يعني ماشي داخل الدائرة وماشي غير الدائرة، يعني لا تنتمي للدائرة وليس بداخل الدائرة، يعني خارج الدائرة. يعني إلا خدينا الشعاع ديال الدائرة ما بين المسافة ما بين الشعاع ديال الدائرة والمسافة ما بين نقطة او او أكبر من الشعاع، أنشئ أبريم مماثلة أ بالنسبة للنقطة او. أنا درت المماثلة ديال النقطة أ بالنسبة للنقطة أو. إذا هنا غادي ناخدو تاني البيكار، دايما كنخدمو بأن أ بريم هي منتصف القطعة أ بريم، إذا النقطة أو فهي منتصف القطعة أ بريم، هنا عندنا أ بريم، عندنا نفس المسافة، إذا أو منتصف القطعة أ بريم، أ بريم مماثلة أ بالنسبة للنقطة أو، إذا أ بريم مماثلة أ بالنسبة للنقطة أو. ثم المطلوب غادي نرسمو أنشئ الدائرة سي مماثلة الدائرة سي، أنشئ الدائرة سي بريم مماثلة الدائرة سي بالنسبة للنقطة أو. اللي كنعرفو بأن الدائرة والمماثلة ديالهم كيكون عندهم نفس الشعاع، إذا هنا غادي ناخد الشعاع ديال الدائرة، وغادي نجي للمماثلة ديال أ بريم بالنسبة للنقطة أو، ونرسم الدائرة. هنا عندنا الدائرة سي بريم، إذا الدائرة سي ودائرة سي بريم عندهم نفس الشعاع، إذا هنا تاهو غيكون عندنا نفس الشعاع اللي هو R. إلا كان واحد سنتيمتر هنا غيكون واحد، كان جوج جوج إلا غير ذلك. سؤال ثلاثة، عندنا نصف المستقيم إن أ و جي نقطة خارجة، أنشئ مماثل نصف المستقيم إن أ بالنسبة للنقطة جي. إذا هنا عندنا ثلاثة، عندنا نصف المستقيم هاهو غادي نرسموه، إذا الأصل ديالو هو النقطة إن كيمر من النقطة أ، ثم عندنا النقطة جي خارجه، إذا هنا عندنا جي. المطلوب منا هو نشأو مماثل نصف المستقيم إي جي. باش نرسمو المماثل ديال هاد نصف المستقيم، يكفي نرسمو المماثلة ديال النقطة إي بالنسبة للنقطة جي، ونرسمو المماثلة ديال النقطة بالنسبة للنقطة جي، إذا غادي نرسمو المماثلة ديال النقطة إن، إذا نفس الشيء،
ناخدو ليكار، إذا نفس المسافة. إذا هنا عندنا النقطة ان بريم اللي هي المماثلة ديال ان بالنسبة للنقطة جي، نفس الشيء بالنسبة للنقطة ان نرسمو ليها المماثلة ديالها. ناخدو ليكار، المسافة ما بين جي و ا هي نفس المسافة ما بين المماثلة ديال ا و جي. إذا هنا غتكون عندنا مثلا ا بريم، هنا غتكون عندنا نفس المسافة، هنا غادي نرسمو المماثلة. لكن اللي خصك ترد ليه البال بأن الأصل ديال نصف المستقيم جي، المماثل ديالو هو اللي غيكون الأصل في المماثل ديال نصف المستقيم الآخر، يعني ان بريم هي الأصل ديال نصف المستقيم. إذا هنا عندنا نصف مستقيم ان بريم بريم مماثل نصف مستقيم ان ا بالنسبة للنقطة جي. إذا مفهوم، عندنا ان هي الأصل ديال نصف مستقيم ان ا، المماثلة ديالها هي اللي غتكون الأصل ديال المماثل ديال هاد نصف المستقيم. إذا هنا الأصل المماثلة ديالها غتكون الأصل نصف المستقيم. وهذا يكون سؤالنا الصحيح ديال هذا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله.